رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عاطف عليوه رئيس القسم الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، منورنا اكيد في قناه الاهلي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا عندنا كلام كتير جدا عن النادي الاهلي النهارده، واكيد الاهم هو لقاء بكره ان شاء الله، لقاء النادي الاهلي قصاد المقاولين العرب في دور ال 16 من الدوري المصري الممتاز بكره ان شاء الله على ملعب السلام الساعه 7 مساء. اللقاء ده جه بعد فتره طبعا كبيره جدا تغيب فيها النادي الاهلي عن مبارياته في الدوري المصري الممتاز بسبب المشاركات في دوري ابطال افريقيا وكمان في البطوله العربيه. بالظبط. هو طبعا يعني بدايه من الغد اعتقد ان النادي الاهلي بيبدا مرحله جديده هو مستعد ليها جيد، بوجود الاداره وبوجود الجهاز الفني والجهاز الاداري للفريق الاول لكره القدم. اللي فات المفروض يعني يتنسي ويتم التركيز على الفتره اللي جايه بالكامل. الفريق لازم يسترد روح الفانيلا الحمراء من جديد، لان قدامه مشوار طويل من المباريات المؤجله. هو لعب لحد دلوقتي 6 مباريات، صحيح، خد منها نقطتين بس، والفرق بينه وبين المتصدر ايا كان الفريق المتصدر اعتقد هو الفرق بين عدد المباريات المؤجله. لو كسبهم النادي الاهلي ولازم يكسبهم عشان يضمن ان هو يستمر في الصداره ان شاء الله ويحقق اللقب من جديد. اي نقطه ممكن تضيع من النادي الاهلي سواء تعادل او لا قدر الله خساره ممكن تاثر عليه بشكل كبير يعني. صحيح. وده ممكن النادي الاهلي ما فيش قدامه دلوقتي غير الفوز في كل المباريات المؤجله، لازم لا بديل عن الفوز. يعني المتصدر كسب عدد مباريات، هو الفرق اللي المباريات المؤجله اللي ما لعبهاش النادي الاهلي 6 لو كسبهم هم الاثنين زي بعض بالظبط. الفرق بقى في الاهداف، هو ده اللي ممكن يدي الصداره للفريق المتصدر. صحيح. فلا بد من الفوز ولا بديل عن الفوز. طيب كان في من ايام كده انتشار لخطاب مفبرك ضد النادي الاهلي من نادي الجونه، او يمكن كمان النهارده كان الخطاب ده يعني منتشر جدا على صفحات السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستغرام، كل الصفحات او كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتتكلم عن هذا الخطاب المفبرك من نادي الجونه ضد النادي الاهلي. لكن رد نادي الجونه وقال او نفت اداره الجونه مسؤوليتها تماما عن اي خطابات مفبركة منسوبة لمحمد الحصري مدير عام النادي على صفحات السوشيال ميديا المختلفة خلال ال 48 ساعة اللي فاتت، واللي بتستهدف بشكل غريب زعزعة العلاقات الطيبة ما بين نادي الجونة والنادي الأهلي، وعلى رأسها طبعا الكلام اللي اتقال في أعلن نادي الجونة في بيان رسمي لي النهاردة ان هو هيعمل او هياخد يعني اجراءات قانونيه ضد كل من يتوارد في فبركه خطابات بتحمل شعاره لحفظ طبعا حقوق نادي الجونه. وكمان اجرى مسؤول الجونه اتصالات هاتفيه بكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، وتم توضيح الامور فيما يخص بان هذا الخطاب الذي يحمل توقيع محمد الحصري مدير عام النادي غير صحيحه بالمره، وكمان ان نادي الجونه لا يملك اي ختم مثل الموجود في هذا الخطاب المزيف. في ناس كتير بقى يعني عايزه تعمل مشاكل على الفاضي، عايزه شايفه ايه اللي بيحصل دلوقتي في الدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي مثلا نازل بكره عنده مباراه، شويه زعزعه بقى للاستقرار، نعمل شويه مشاكل يعني بيخلقوا ازمات ليه؟ ده صحيح. السوشيال ميديا بقى لها تاثير كبير جدا على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الاداري في الانديه كلها، ولازم طبعا يعني روح الفانيلا الحمراء لازم تبقى ثابته زي ما قلت قبل كده، وما ما ما تاخدش باي كلام ممكن يتقال او اي حاجات ممكن تشاع. السوشيال ميديا سهل جدا انك تمرري معلومه والكل يصدقها، وبالتالي بتعمل زعزعه كبيره. انا اذكر زمان يعني كانت مبادئ النادي الاهلي كانت فوق كل اعتبار داخل النادي الاهلي، وده هو اللي فرض سياده واحترام النادي الاهلي على المستوى الرياضي في مصر بشكل عام. يعني انا اذكر واقعه للكابتن الوحش، شاف لاعب من لعيبه النادي الاهلي بدون ذكر اسماء داخل النادي في الجزيره لابس تيشيرت مش عليه النادي الاهلي او عليه اسم اي داعي سواء بنك او اي حاجه. يعني انا شفتها بعيني وسمعتها بودني، نده للاعب وكان نجم كبير ويعني وعنفه، انت داخل النادي الاهلي بتحترم النادي الاهلي، تلبس اي حاجه غير النادي الاهلي. فده دي روح وده الانتماء. أكيد. فالمفروض النادي الاهلي او غير النادي الاهلي يستقوا المعلومات من مصادرها
وما يركنوش ورا اي اشاعه تتقال في داخل السوشيال ميديا من هنا او من هنا او من هنا. وسهل جدا التزوير طبعا، سهل جدا التزوير، يعني اي حد حتى الاكونتس او الحسابات الشخصيه للعيبه في النادي الاهلي او لعيبه حتى سابقين في النادي الاهلي بنشوف ازمات ومشاكل وحوارات بالزبط. وحد مين رد على مين وكل الكلام بالزبط. ده كان مدور، مش حقيقي، مفبرك بالزبط. كله تهكير الحسابات سهل جدا، وتزوير الاوراق سهل جدا، وده المفروض يبقى خارج اطار يعني اللاعب، لاعب النادي الاهلي يبقى تفكيره داخل المستطيل الاخضر صحيح. وما يمليه عليه الجهاز الفني من تعليمات وتوجيهات، وغير كده المفروض ما يستمعش اي حد اخر. خلينا نرجع للقاء بكره، لقاء المقاولين العرب في الدور 16 من الدوري المصري ممتاز قصاد النادي الاهلي. شايف اللقاء ده السيناريو بتاعه هيمشي ازاي؟ والله السيناريو انا اعتقد ان هو هينطلق من حب اللعيبه للنادي، وده الاساس اللي ممكن يلعبوا على اساسه. هم يعلموا جيدا ان ضياع اي نقطه من المشوار اللي جاي ده خطر كبير، ممكن يضيع منهم الصداره ويضيع منهم بطوله. البطوله دي مفتاح لبطولات تانية جديد، سواء في بطولة الأندية الأفريقية اللي جاية أو بطولة أبطال العرب، لأن كانت في إيدينا وكان نفسنا نطلع تاني لمونديال الأندية، لكن إن شاء الله تتعوض في الأيام اللي جاية. فدي ده المفتاح. المفتاح ده لازم تكون له أذرعة، والأذرعة دي أعتقد يعني يعرفها الكابتن محمد يوسف كويس، وهيمشي عليها، وعلى أساس لازم الثلاث نقاط تبقى في جيب النادي الأهلي بكرة يعني. صحيح. طيب بالنسبة للتشكيل، هل تتوقع ان هيكون في تغيير في التشكيل، ولا كابتن محمد يوسف هيلعب بنفس التشكيل اللي كان بيلعب بيه باتريس كارتيرون؟ لا اعتقد ما يعني كابتن محمد يوسف اقرب للتشكيل اللي لعب بيه، لان هو كان مع كارتيرون ويعرف التشكيل كويس ويعرف اللعيبه كويس، وهم عارفينه كويس وهيتفهموا هذا الوضع كويس، واي تغيير في المرحله اللي جايه دي اعتقد يعني غير محبذ يعني. غير محبذ. الاصابات ازاي هتاثر على النادي الاهلي في مشواره القادم؟ طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي هيلعب 10 مباريات في 33 يوم، يعني يمكن صح. كل 3 ايام في لقاء للنادي الاهلي. شايف الاصابات دي تاثر ازاي؟ ده بيرجع للجهاز المسؤول عن اعداد اللاعب بدنيا لمثل هذه المواقف، وطبعا بالصف الثاني الموجود في النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعتقد انه غني بصف اول وصف ثاني، لانه يقدر يلعب في كذا بطوله في وقت واحد. فالاصابات دي مش هيكون لها دور سلبي كبير، يعني المصاب ليه بديل واثنين وثلاثه في كذا مركز، والاهلي قادر على سد الثغرات دي. كابتن محمد يوسف سبق قبل كده طبعا وقاد النادي الاهلي لاخر بطوله توجنا فيها في دوري ابطال افريقيا في 2013، شايف بقى مشواره القادم كمدير فني مؤقت هيبقى عامل ازاي برضه؟ والله انا ضد حكايه مؤقت ودائم دي، لان ما فيش حد بيدوم، لان المؤقت الكابتن محمد يوسف استلم مهمه نطمح كلنا ونامل انه يكون قدها، وهو ان شاء الله قادر على ذلك، سواء يقعد فتره او فتره تطول او تقصر، هو قادر على انه يمر بالنادي الاهلي في المرحله دي، واتمنى له التوفيق. طبعا هو معاه اسلحه كويسه جدا من اللعيبه في كل المراكز الموجودين، الاصابات مش هتاثر عليه، ويعلم جيدا ازاي يفتح مفاتيح الملعب كويس اثناء 90 دقيقه بتوع المباراه، وهو قادر على انه يحقق بطوله ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، واملنا في كده يعني باذن الله. اكيد ان شاء الله باذن الله. اللي احنا عارفينه ان المدير الفني او الكلام اللي بيتردد في الاوقات الحاليه على الجرايد وعلى صفحات السوشيال ميديا وعلى المواقع الالكترونيه في كل حته، ان المدير الفني القادم للنادي الاهلي، المدير الفني الاجنبي، هيتم الاعلان عنه في اول ديسمبر، يمكن كمان ايام. طبعا توقعات كتير جدا من الناس، ولكن احنا كقناه النادي الاهلي كل اللي نعرفه وكل متاكدين منه ان لغايه دلوقتي لم يتم الاستقرار على المدير الفني، وكمان الاسامي المرشحه او اللي بيتم المفاضله ما بينهم دلوقتي موجوده بس ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب. والله يا ريت يكون كده، يعني تكون هذا سر لحد ما يتم الاعلان عنه، ولكن اتمنى ان يكون المدير الفني الجديد اللي هيتم الاعلان عنه، دي امنيه شخصيه، انه يكون خارج اطار الاسماء اللي احنا عرفناها. لان انا اللي ملاحظه الفتره الاخيره، انا كنت يعني خلينا اقول مش موجود في مصر الفتره الاخيره، لكن اعلم جيدا ان كل معظم المدربين الاجانب اللي جم مصر سواء للاهلي او للانديه الكبار التانيين جايين من دول الخليج، وما كانوش محققين نتائج كويسه، ما كانوش موفقين. فاعتقد يعني الاهلي اكبر من انه يجيب مدرب لم يكن سوري في اللفظ يعني ما يكونش خارج، يعني زي ما بيقولوا خارج
او سكند هاند. بس المشكله دلوقتي ان كلها اشاعات، يعني مفيش حد يقدر يحط ايده على اسم حقيقي. يعني انا شفت من ضمن الاشاعات اللي بتطلع ارسن فينجر هيجي مرن النادي الاهلي، وحاطين بقى من قناه النادي الاهلي حاطين لي حتى صورتي وانا أيوة اللي بقول الكلام ده. دي كلها اشاعات ما لهاش اي علاقه بالواقع. وعشان كده قلت يا ريت يكون السر ما باقي بين الكابتن الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان دول هم اللي ادرى واعلم بمصلحه الفريق في الفتره القادمه. صحيح. مؤجلات النادي الاهلي كتير جدا، احنا زي ما قلنا النادي الاهلي هيلعب يمكن 10 مباريات خلال 33 يوم. شايف ان كان في حل تاني غير ان النادي الاهلي يتم ضغط مبارياته بالشكل ده؟ واكيد ده هيكون عبء كبير جدا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني. والله هو طبعا هو يعني مباراه كل 3 ايام دي يعني في اي نادي في على ظهر الكره الارضيه كلها صعب، لكن هي كانت الظروف كده لان الاهلي كان مشارك في اكثر من بطوله والى جانب المنتخب، يعني برضو منتخب ليه لعيبه بتروح من النادي الاهلي، بطوله انديه افريقيا وبطوله كاس زايد الانديه العربيه، كل دي بطولات الاهلي مشارك فيها. فكان كان يعني التاجيلات، يعني انا مش عارف اذا كان ده كان هو ده واقع وتم فرضه، لكن الاهلي يقدر يتخطى هذه المرحله باللعيبه الموجودين باللاعبين الموجودين وبالصف الثاني اللي عنده شباب ممكن يصعدهم، ودي فرصه كبيره يعني تطلع نجومنا الجداد. شايف اتحاد الكره مثلا ممكن يقول ان هو اتفاجئ بهذا العدد المهول من المؤجلات؟ ما هو اللي مأجل. يعني اتحاد الكره هو اللي مأجل. اكيد كان ممكن يكون في حل ثاني. اكيد. دي حاجه ثانيه، يعني انا ما وصلش للاسبوع 16 من دوري ممتاز اكبر بطوله عندي المحليه في البلد والاقي نفسي لاعب 6 مباريات من 16 مباراه. صحيح. يعني ليه التأجيل كل ده؟ صحيح. كمان الدوري المصري ممتاز في الموسم الحالي 13 شهر سنة وشهر. شايف ده منطقي؟ برضو غير منطقي. يعني بطولة أفريقيا الجديدة أندية أبطال أفريقيا مخلصين الشهر اللي هتبتدي. يعني المفروض يعني احنا كنا أعتقد زمان كنا بناخد الكراسة بتاعت المدرسة في ظهرها جدول الدوري. طبعا أنتوا ما شفتوش أنتوا اللي بجد والله؟ أي والله. كان كراسه مكتوب عليها جدول الضرب وكراسه موجوده عليها في ظهرها جدول الدوري، يعني حاجه ثابته بتوزع في المدارس. فمش احنا مش عارفين نعمل نحط نظام جدول، مش ممكن. وندري جيدا متى تبدا البطوله انديه افريقيا ومتى تنتهي، ومتى تبدا بطوله الانديه العربيه ومتى تنتهي، وبطوله الاتحاد الافريقي ومتى تنتهي. يعني الحاجات دي كلها موجوده، لو خزناها لاي كمبيوتر هيديك الجدول مظبوط، مش ممكن يعني. صحيح. طب عايزين بقى نستعين بذاكره حضرتك، الكبوات اللي مر بيها النادي الاهلي ورجع واقف تاني ورجع احسن من الاول. والله يعني خير شاهد على ذلك الكابتن محمود خطيب. يعني انا اعتقد الكابتن الجوهري الله يرحمه كان مدرب النادي الاهلي، وفي شويه لعيبه يعني مش تمردوا نقول يعني ما حضروش تمرين ولعب لاعب الزمالك بالصف الثاني. صحيح. لاعب الصف الثاني وكسب مباراه. ادي مثل بسيط جدا. هل النادي الاهلي ما يقدرش يعمل كده؟ يعمل كده ونص. يعمل كده بس الحمد لله ما فيش دلوقتي ما فيش. ايوه بالظبط بالظبط. يعني الجيل كله كان طاهر الشيخ وده كله هم دول ظهروا في المباراه دي. فالصف الثاني موجود، وده لازم يكون النادي الاهلي عنده صف اول وصف ثاني وصف ثالث وقدر على ذلك باكاديمياته ومدرسته في التدريب واكتشاف النجوم والمواهب يعني. صحيح. عدد كبير من اعضاء اتحاد الكوره لمحوا ان في احتماليه لالغاء الدوري في الموسم الحالي، هل ده منطقي؟ هل ده ممكن يحصل؟ طبعا احنا عارفين ان في استثمارات كتير جدا في الدوري، في يعني فلوس كتير جدا تسويقيا بتدفع في الدوري المصري الممتاز، والتزامات كتيره جدا من جانب اتحاد الكوره وكمان الانديه المشاركه في الدوري، هل ممكن او منطقي ان هو ممكن يتلغي في هذا الموسم؟ لا. غير منطقي بالمره يعني. غير منطقي بالمره، اذا كان هو تخبط في شيء يتحمل هو نتيجه التخبط، لكن يلغي دوري خلاص الكلام ده كان زمان. صحيح. لكن من راي حضرتك مش شايف ان في اي حلول لضغط المباريات في الموسم الحالي؟ لا خلاص، هو اللي حصل حصل. اللي حصل حصل. اللي حصل حصل ولازم نكمل، لكن ان احنا نلغي البطوله دي يعني ما فيش اي منطق يعني، ما نجيش دلوقتي في 2018 نقول مصر بتلغي بطوله الدوري يعني، ده بطوله الدوري ما هياش بطوله كاس مناطق ولا بطوله الدوري يعني. لو جينا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز في هذا الموسم، شايف ايه الحاجات الجديده اللي شفتها في الموسم الحالي؟ ايه المظاهر الجديده اللي شفتها في الدوري المصري الممتاز؟ انا الى الان يعني ودي برضو نواحي ما اقدرش اتكلم فيها بشكل متشعب، يعني غياب الجمهور ده ليه اثر كبير ما كناش متعودين عليه، لان الجمهور ده ملح اي بطوله. كنا بنقول عليه زمان اللاعب رقم 12 في الملعب.
والوقت بقى رقم واحد، لان هو يعني هو له اثره الكبير على الاداء. شايف قرار اتحاد الكوره ان هم بيسمحوا او الجهات الامنيه سمحوا بدات تسمح بوجود 5000 مشجع لكل فريق؟ هل ده وده شيء جميل يعني؟ دي بدايه، دي بدايه نطمح انها تكون، بس تكون بس الروابط الجماهيريه الثانيه ما تعملناش اي مشكله ثانيه عشان نرجع ثاني نقول لا نرجع للساحه الصفر او لمنطقه الصفر ثاني. ما لاش لازمه، الجمهور لازم يكون موجود لان هو ده الملح، وهو وعامل كبير من 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 ادرار الموارد على الانديه وعلى اتحاد الكوره. لكن من المظاهر الجديده برضو يعني في نجوم كتير ظهرت. اتحاد الكوره بيسعى وبيحاول، ده ما نقدرش ننكر ده، انه يبقى في نظام ويقدر يثبته، ونتمنى انه ده يتحقق. في انديه كتير جدا يعني ما كناش نسمع عنها دلوقتي بقت موجوده وبدات تنافس. صحيح. على المنافسه عامله ازاي في الدوري في الموسم الحالي؟ والله جديده، واعتقد يعني لحد ما الاهلي يخلص مباراته المؤجله ممكن نقدر بقى يعني نستشف الشكل العام بالنسبه للصداره تبقى ازاي. صحيح. طيب خلينا نروح كمان لمنتخبنا الوطني الاول، منتخبنا الوطني الاول بقياده المكسيكي خافير اجيري. شايف خافير اجيري موفق في قيادته لمنتخبنا الوطني؟ هو كمدير فني يعني ما اقدرش اقول عليه حاجه، لان المدير الفني الاجنبي لازم يكون معاه جهاز مساعد وطني هو همزه الوصل ما بينه وبين اللعيب. المدير الفني بيجي يفرض اسلوب ومدرسته الكرويه متعود عليها او حب يلعب بيها، لازم يوافق ما بين هذه المدرسه وما بين امكانيات اللاعبين ومهاراتهم اللي هو بيتعامل معاهم. همزه الوصل ما بين ده وبين ده الجهاز الفني المساعد اللي هو الوطني بتاعنا المصري، سواء مساعد مدرب او او من جهاز اداري او من جهاز طبي. ايوه بالظبط. الى الان اجيري من بعد المرحله الاخيره يعني لسه قدامه مشوار، وبعد التاهل طبعا لكاس افريقيا كويس جدا وصداره المجموعه، ده شيء ان شاء الله يبشر بالخير يعني. اختيارات اجيري شايفها ازاي محليا وكمان للعيبه المحترفين؟ ما اعتقد ده برضه بمساعده الجهاز المساعد، لان هو يعني ما يعرفش كل لعيبه مصر، لكن هم بيساعدوه. لكن الى الان موفقه. يعني الى الان موفقه. طيب. بس احنا نرفع الضغط شويه عن محمد صلاح ويبقى كويس قوي. محليا شفت في لعيبه اتظلمت بعدها من ضمنها للمعسكرات اللي فاتت للمنتخب الوطني؟ اكيد. يعني اولهم اخونا وليد يعني. صحيح، وليد سليمان. وليد سليمان طبعا يعني ده يعني انا كلمه اقولها لله وبصراحه، انا ما شفتش لاعب مخلص ومجتهد في الملعب زي وليد. صحيح. انا بقالي كتير مش بقالي كتير في مصر بعد ما رجعت، لكن انا ما شفتش لاعب مخلص ويعني مخلص للروح اللي بيلعب بيها، روح النادي اللي بيلعب بيه زي وليد. كمان وليد سليمان بيعيش دلوقتي افضل فتراته مع النادي الاهلي. بالظبط بالظبط. ليه ما يتمش يعني استغلال يعني الفورمه الكويسه اللي هو فيها دي والاداء العالي اللي هو فيه ده مع المنتخب الوطني؟ ما دي حاجه سؤال يسال فيه، ما اعرفش ان كان اجيري ولا رمزي. يعني هاني رمزي يعلم جيدا مستوى وليد ومتابعه، اذا كان في خلافات شخصيه ما بين اجيري وما بين وليد سليمان فانا مش فاهم ايه يكون سببها يعني. يعني حتى كان المبرر في الاول احنا مش عايزين نضم لعيبه كبار في السن، احنا بنبني منتخب لعيبه تقدر تنافس في مونديال 2022. حكايه كبار في السن دي صوره مشروخه معروفه وما هياش اساس يعني. في ناس لاعب بيتقاس بامكانياته في ناس وبادائه ولا سنه. في ناس لعبت لل 40 بتوع الكاميرون وبتوع ساحل العاج اسمائهم معروفه ولعبوا في كاس العالم وهو عنده 40 سنه. لكن يعني وليد وان شاء الله يتراجع عن قراره ويتم ضمه تاني للمنتخب، لانه فعلا خامه طيبه وخامه مجتهده جدا، محتاجين احنا الروح دي. شايف مين تاني اتظلم بعدم انضمامه للمنتخب؟ والله انا اللي شايفه اكتر من وليد يعني. يعني وليد يمكن اكتر واحد ظاهره طغت على السطح. يمكن اللعيبه الثانيه مش 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 حاطط ايدي عليها كويس. طيب خليني اسالك عن هيكتور كوبر وعن اجاري، وشايف الاختلاف ما بينهم ازاي؟ مشكلة المدير الفني الأجنبي زي ما قلت لحضرتك في لما بيجي هو بيبقى حريص جدا على إنه ما يخسرش. ولكن ده بيحط المنتخب في وضع سيء. صحيح. يعني بيدافع أكتر من 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 أي شيء ممكن يلعب بيه طريقة دفاعية. وده بيحط المنتخب في وضع مش صح. يعني كرة القدم إذا جبت فيها هدف أنا ممكن أجيب فيك هدفين. هي دي كده. صحيح. واللاعب اللي بيلعب بمنطق مدير فني عايزه يلعب بطريقة دفاعية بيلعب كمدافع، حتى في المهاجم بيبقى قاعد لوحده مستني الكره تجيله، ده ما ينفعش يعني. في 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 منظومه في كره القدم بتقول ان اللاعب ينتهي دوره عندما تصل كره القدم. المدير الفني المدافع بيعكس الايه،
ان اللاعب بيبدا مهمته لما تجيله الكوره، ده خطا. صحيح. لان اللاعب المفروض بيتحرك في كل ارجاء الملعب لحد ما تجيله الكوره، جات له الكوره انتهى دوره، هيسلمها لغيره. بس برضو ممكن نرجع ونقول ان الاداء الدفاعي او الطريقه الدفاعيه اللي كان بيستخدمها هيكتور كوبري اللي وصلتنا لكاس العالم، هي اللي ودتنا امم افريقيا وخلتنا نخرج في المركز الثاني. وعملنا ايه في كاس العالم؟ طيب عملنا ايه في كاس العالم؟ بس انا عايز ارجع لحاجه، احنا عملنا ايه في كاس العالم؟ بس احنا يعني كشعب يعني دايما سقف طموحنا بيعلى، واحنا ماشيين احنا كنا بنتمنى ان احنا ندخل كاس العالم. لا ما هو التمني شيء، التمني شيء. ده كان حلم بقاله اكتر من حاجه و30 سنه. بالظبط. يعني احنا كل كده كل ربع قرن بنطلع مره. يعني اول مره كان 25 ولا 30 سنه، وده برضه نفس الحكايه. لكن انا اقصد كان سقف طموحنا نطلع كاس العالم. طلعنا كاس العالم، يبقى سقف طموحنا ايه؟ نطلع معانا زيرو؟ لا. احنا كنا المنتخب قبل الاخير، تقييمنا المنتخب قبل الاخير في النتائج. لازم نطور من طموحاتنا. طيب عايزين نتكلم بشكل عام بقى، مصر هتكتشف 1000 موهبه زي محمد صلاح مثلا. يا رب. المشروع ازاي؟ المشروع ده جميل جدا. ازاي بقى؟ ولو اتنفذ صح مش هتكتشف 1000 موهبه، هتكتشف نص مليون موهبه، انا متاكد من كده. المواهب موجوده كتير جدا جدا جدا، بس هم يجهزوا الاجهزه والافراد او العدد اللي ممكن يكتشف تلك المواهب. موجودك عندك في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات وكل شيء، في المدارس وكل شيء. ليه ما عندناش غير محمد صلاح واحد؟ ما هو انا خايف اقول بدعوات الام يعني. هنفضل ندعي كده خلاص يعني، مش ما هياش كده والله. هو عشان اجتهد واخلص فوجد ده بقى محمد صلاح. وطول ما هو بيخلص وبيجتهد فعلا هيبقى اكبر من كده. ان شاء الله. طيب انت شايف ان ده محتاج ترتيب عمل ازاي؟ يعني ازاي ان انا اعمل نجم عالمي عندي هنا في مصر؟ سهل جدا والله، ما فيها مشكله. الرياضه كانت حصه مدرسيه موجوده في المدارس، ما بقتش موجوده. لا بس ما تقولش لحضرتك ان حصه الرياضه ولا لا مش الرياضه دي ممكن تعمل حاجه. لا مش دي. كان في دوري مدارس موجود. كان في دوري مدارس موجود، وكان في دوري حواري موجود. ما هي دي الدورات الرمضانيه كانت موجوده، ما هي دي اللي بتطلع، يعني بتطلع كره قدم وبتطلع هاند بول وبتطلع باسكت بول. انا كنت بشوف زمان الباسكت بول دي متعلقه في الحيطان في قلب الحواري والاولاد بيلعبوا. طب ما هو ده اللي بيطلع لاعب، بس فين الكشافين بقى؟ الكشاف دلوقتي بقى عايز يبقى مدير اعمال وقاعد في بيته ويجي له تليفونات وماسك تليفونات بقى اسمه وكيل لاعبين. وكيل. مش ده اللي يجيب موهبه. موهبه انك تروح للموهبه في مكانها. طب يعني انا اعرف يعني الاكاديميات والمدارس اللي بتطلع موهوبين يعني بيخلوا الاولاد يدفعوا عشان ياخدوا الاستماره، ولو دخل تحت الاختبار بيبقوا مجموعات كده، ممكن يقعد الاختبار بتاعه تلت ساعه او 15 دقيقه، الكره ما بتجيش له فبتم ركمه، وهو موهبه. صحيح. هو موهبه، لازم ياخد فرصته. دي تتم ازاي؟ دي بقى للمسؤولين عن المشروع بتاع 1000 موهبه. ويا ريت يكون 10000 موهبه، بلاش 1000. ايه 1000 موهبه؟ تم لي 1000 موهبه بس نلاقي 1000 موهبه زي لا ان شاء الله يطلع. خليني اسالك عن محمد صلاح وعن الحاله اللي عاملها محمد صلاح. محمد صلاح يعني رفع سقف طموح المصريين كلهم لحته ثانيه. فجاه محمد صلاح بقى من احسن 3 لعيبه في العالم كله، اللاعب المصري اللي طلع من قريه مصريه بسيطه. صحيح. اللي كان بيلعب في المقاولين العرب، اللي كان بيعاني عشان يروح تمرينه كل يوم في المقاولين العرب ومواصلاته، يعني الموضوع كان صعب. يعني الاجتهاد اللي اجتهده ده كله الحمد لله ان هو رجع له مره ثانيه وخلاه لاعب عالمي وخلاه قدوه كبيره لكل المصريين يعني بالاخص للشباب الصغيره. اكيد. شايف الحاله دي ازاي؟ انا شفت فيديوهات لمحمد صلاح وهو في المقاولين، اكاد اجزم انه ما يختلفش كتير عن محمد صلاح الموجود دلوقتي. هي نفس الستايل بتاع اللعب بالظبط، ما شاء الله يعني. لكن الانسان اخلص، هو اخلص اجتهد يعني ما لم يصاب بالاحباط لما اترفض من نادي او اثنين او ثلاثه هنا في مصر. خد على اعتقه انه يمشي في المشوار ويحقق حلمه. ده اتحقق فعلا، ده اتحقق لانه يعني زي ما قلت لحضرتك ما احبطش. لا اي حد غيره كان احبط، وفي كتير جدا احبطوا لما راح مثلا نادي الزمالك ما خدوش، راح النادي الاهلي ما خدوش، راح النادي الاسماعيلي ما خدوش. لا مش ما يقفش طموحه عند حتى كده. مشواره الاحترافي ما كانش يعني من بدايته بالزبط. بالسهوله دي بالظبط. لا وبعدين يعني انسان مجمله اكتر اخلاقه وتمسكه بتعاليم دينه
ومصريته. يعني لحد دلوقتي يعني هو بيعشق مصر. اكيد طبعا بيعشق مصر. اكيد. طيب خلينا الاول دلوقتي نروح لشريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي هيقول لنا عن القائمه المشاركه بكره في لقاء المقاولين العرب في دور ال 16 من الدوري المصري. ممتاز، مساء الخير عليك. مساء النور، تحياتي من جديد شيما، وللنقد الراجل الكبير طبعا استاذ عاطف علوة والكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايز اعرف منك القائمه المشاركه بكره ان شاء الله في اللقاء. يمكن اللي اختار كابتن محمد يوسف مدير الفني قائمه ال 20 لاعب المشاركه في مباراه الغد. يمكن اقولهم لك: في حراسه المرمى شريف اكرامي، وعلي لطفي، سعد سمير، كوليبالي، ايمن اشرف، صبري رحيل، حسام عاشور، ميدو جابر، وليد سليمان، صلاح محسن، مروان محسن، كريم ندفت، محمد شريف، اكرم توفيق، هشام محمد، اسلام محارب، احمد حمودي، ناصر ماهر، باسم علي، واحمد الشيخ. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي انضمنا دلوقتي بعد التدريب النادي الاهلي المسائي وبعد الاعلان عن القائمه اللي هتشارك ان شاء الله بكره في لقاء المقاولين العرب في الدور ال 16 من الدوري المصري الممتاز. اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا في لقاء غد الساعه 7 مساء على استاد السلام. نرجع نتكلم مع حضرتك مره ثانيه عن محمد صلاح وعن حاله محمد صلاح. شفت كمان التخبطات اللي حصلت لمحمد صلاح في الفترة اللي فاتت مع اتحاد الكرة ازاي؟ هي تخبطات ذو شقين. يعني اذا كان محمد صلاح يتحمل منها جزء فهو جزء بسيط جدا، ولكن مش بالقدر اللي يتحمله اتحاد الكرة. لكن على العموم احنا بنتمنى طبعا ان الخلافات دي تكون ذابت، واعتقد هي خلاص طريقها للذوبان. احنا قلنا بنتكلم في اول حلقه عن السوشيال ميديا وتاثيرها. لا شك ان كانت اي تويته بيعملها كابتن محمد صلاح على حسابه كان بيبقى لها اثر اكيد، وبيتم تاولها باكثر من جانب. فده كان بيتاخد طبعا وبيتنقل بشكل مغاير. لما الكلمه بتقل من واحد تروح للثاني للثالث للرابع، لما توصل لاتحاد الكوره يبقى 1000 واحد نقلها، فممكن كان بيبقى لها رد فعل عكسي. لكن الامور لما بتبقى مباشره بتبقى اوضح واحسن. الخلافات اللي فاتت كان برضو ليها جانب كبير من وكيل اعمال الكابتن صلاح. ما كانش يعرف الـ يعني او الـ الـ القماشه اللي كانت تربط ما بين محمد وبلده واتحاد الكوره بمحمد. هو كان بيتعامل بمنطق ان هو وكيل اعمال واللي يهمه مهم ومصلحه وكيله، بيتعامل باحترافيه احنا مش متعودين عليها. بالظبط بالظبط، ما عندوش هو الروح الثانيه، روح الحب والانتماء والحاجات دي. فدي يمكن تكون برضه سابت اثر عن اتحاد الكوره، ولكن ان شاء الله كلها في طريقها الى الزوال. اكيد ان شاء الله. عايزين برضه نتكلم مع حضرتك عن الدوريات الخليجيه وبالاخص الدوري السعودي. حضرتك كنت قريب من الدوري السعودي، ازاي البطوله دي تطورت عشان توصل للشكل الحالي؟ هو ده اللي عايزين بقى نتكلم عنه. هم يعني حتى مش الدوري السعودي، الدوري السعودي ودوري الامارات هم ممكن اقوى أكيد. اقوى دوريين في المنطقه عندهم في الخليج. هم اعتقد ان هم ابتدوا من حيث ما انتهى اليه الاخرون. يعني شافوا ايه اللي ممكن يطبق عندهم، واخر حاجه ممكن اتعملت هم بداوا من بعديها. طبعا الموارد الماليه دي مهمه جدا، مهمه أكيد. جدا 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 اكيد. ودي مع المسؤولين عن الرياضه في المملكه ما فيش فيها اي نواحي سلبيه. يعني انا حاسس ان هو ماشي مع مفتاح خزنه وماشي عمال هو في كل الاتجاهات. يعني هو مش قدم بس، لكن نتكلم عن كره القدم بس. الدوري السعودي وفتحه لعدد اللاعبين الاجانب اللي ممكن اي فريق مسموح ليهم في الدوري الممتاز اللي هو دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين يستقدمه مش موجود في اي دوري ثاني. لدرجه ان هو ساب 3 بس محليين لل طب شايف ان ده حاجه سلبيه ولا ايجابيه؟ لا انا شايفها سلبيه على المنتخب طبعا، على المنتخب الوطني طبعا، على اي منتخب. بس هو شايفها مرحله مش هتبقى مستمره، مرحله انتقاليه عشان تدي الحافز للاعب الوطني يثبت نفسه. انت لو ما لعبتش في 8 غيرك هيلعبوا، 8 لكل واربعه موجود في الدوري الاولى برضو، يعني اربع محترفين. فده ده 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 عدد كبير جدا من اللعيبه المحترفين. ده بيدي لكل نادي الحافز انه يقدم ويعمل، وبعدين الى جانب السبونسرز هناك يعني الرعاه. طبعا الرعاه هناك بـ 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 يعني بيضخوا الاموال بشكل مبالغ فيه للانديه باستقطاب لاعبين، معسكرات تدريب، مكافآت وتحفيز المكافآت. يعني اللاعب اذا كان بياخد راتب في الشهر، هو تلاقيه بياخد اخر الشهر لو حقق فوز واثنين بياخد اربع خمس رواتب في الشهر. ده حافز
ده حافز طبعا طبعا، الى جانب الحزم في ايه؟ في المواعيد. صحيح، الحزم في المواعيد، حزم في المواعيد داخل النادي وبالتالي داخل اتحاد الكوره. اتحاد الكوره عنده جدول ثابت مش ممكن يحصل فيه اي تغيير الا بموافقه الناديين، وبعدين يوافق عليه اتحاد الكوره، ودي بتتم في حاجات لانه عندهم برضه مواعيدهم ثابته. هم يكون عندهم بطوله زياده عننا، عندهم بطوله الانديه الخليجيه مش عندنا، ومع ذلك ما فيش تاجيلات زي عندنا. بس فكره ان احنا يكون عندنا عدد كبير جدا من الافارقه او من الاجانب داخل كل فريق، ده اكيد هياثر سلبا بطريقه كبيره جدا على المنتخب، حتى لو فعلا ده كان حافز. بس انا مش شايفه ان ده هيكون حافز، لا بالعكس. انا شايفها فتره انتقاليه، مش اكتر ولا اقل، مش هتستمر. لان هو عنده منتخب لازم ينميه، والمنتخب هو ما بيبصش للعيبه اللي موجودين دلوقتي في الانديه. يعني المسؤولين عن المنتخب السعودي ما بيبصوش دلوقتي للعيبه اللي موجوده في الانديه الجيل ده، لا هو بيربي جيل تاني موجود. عندهم شباب تحت 20، شباب تحت 19، شباب تحت 18، عندهم بطولات كتير جدا في فئات سنيه. هم دول اللي بيحطوهم نواه المنتخب الاول، لكن دول عشان يدوا شكل لبطولة الدوري القائمة يعني. طب ده ياخدنا للكلام عن الناشئين وعن قطاع الناشئين في كل الأندية، اللي أكيد بتطلع الجيل الجديد للفرق الأولى وأكيد لمنتخبنا الوطني الأول. النهاردة كان عندنا تصريح من كابتن فتحي مبروك بيتكلم فيه عن أهمية الناشئين وفرق الناشئين، وقد إيه فرق الناشئين كمان في النادي الأهلي بالأخص بتقدم مستويات كويسة جدا ومتقدمة جدا حتى في المراكز اللي بتنافس فيها في البطولات اللي بتنافس فيها. كابتن فتحي مبروك طبعا يعني غني عن التعريف، الحقيقه عركته وهو عاركها في كره القدم في النادي الاهلي، وهو ادرى واكثر قربا من انه يخلق جيل من الناشئين يسلم الرايه للشباب والشباب يسلم للفريق الاول. فاعتقد ان هو يعني بعينه الكرويه الخبيره يقدر ينتقي مجموعه الناشئين اللي تقدر تبقى نوايا جيده للفرق الفئات السنيه التاليه في النادي الاهلي. صحيح. أستاذ عاطف علي، وخلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك مرة تانية. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين كلامنا مع أستاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط، منورنا مرة تانية. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. كنا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز، وطبعا حضرتك أكيد متابع الدوري المصري الممتاز وشايف قد إيه في مشاكل وكوارث تحكيمية. الكوارث التحكيمية دي أدت إن خلاص الأندية بقت بتبتدي تطلب طاقم تحكيم أجنبي، فبالتالي اتحاد الكورة قال اللي عايز طاقم تحكيم أجنبي لازم يكلمنا قبليها ب 10 أيام، يخطرنا بطلبه طاقم تحكيم أجنبي. طاقم التحكيم الأجنبي سعره 25,000 دولار، ولو طاقم التحكيم ده عربي ف 15,000 دولار. والله الحكام دي قضية مش عارفة تنتهي إمتى ولا هتخلص إزاي. اللاعب كرة القدم لو فضل لاعب كرة قدم مش هنحتاج الفلوس دي كلها تدفع، لأن احنا عندنا حكام طلعوا برا وكانوا على مستوى عالمي. صحيح. فاحنا ممكن نعمل بدل الحكم اكثر من واحد يعني. ال 25,000 دولار دول لو اتعمل بيهم اي يعني، لو جبنا سي مثلا، لو جبنا 10 مدربين في السنه يعني 250,000 دولار. صح. دول ما يتعملش من دورات تحكيميه زي ما احنا بنعمل على 1000 ناشئ و1000 موهبه ناشئه، ما نطلعش 100 حكم على مستوى دولي. صحيح. يعني يحصل، لكن احنا اتعلمنا او تعودنا كعرب ان نسمع كلمه الاجنبي، ما نسمعش كلمه اللي زيي يعني. انا ممكن ارد على حكم مصري واقول له لا ازاي وحاجات، لكن الحكم الاجنبي بيصفر اسمع كلمته، الاعتراض ممنوع. طب ما احنا نتعود ما نعترضش على الحكم. حضرتك شايف ان الفرق بين الحكم الاجنبي والحكم المصري الشخصيه؟ طبعا احترام اللاعب للشخصيه مش اكتر من كده يعني، هي مجرد ان لاعب بيحترم واحد ما يعرفوش. شايف اللاعب المصري بيقدم احترام اكبر للحكم؟ اكيد اكيد، لان ما بشوفش اي هل في حكام اجانب ما يخطئوش؟ لا بيخطئوا، معظمهم واخطائهم كوارثيه. بس احنا برضو عندنا اخطاء كارثيه حصلت في الموسم الحالي. الاخطاء موجوده وعمرها ما تنتهي. طب تقنيه الفار هل دي ممكن يعني تساعد من الحد من هذه الاخطاء؟ لو استخدمت صح. لو استخدمت صح، لكن انا برضو هي المشكله في الاخوه اللي موجودين داخل الغرفه. يعني هما بيقولوا ايه او بيعملوا ايه؟ ما دي حاجه ثانيه برضو. صحيح. القرار الاخير صح للحكم، لكن هم اصلا بيعرضوا ايه او بيشوفوا ايه او الكلام اللي بينهم بيتم ازاي؟ حتى بالزبط. كمان اتحاد الكوره طلع وصرح وقال انا ما عنديش امكانيه لاني اجيب التقنيه دي،
تقنيه الفار في الموسم الحالي وكمان ولا حتى في الموسم اللي جاي؟ وبعدين برضو يعني بصراحه قللت من متعه كره القدم. يعني القرار كان قرار بيتاخد مع صافره بتنطلق، لكن انا استنى حكم يروح يشوف لي يشوف لقطه بنعرضها له على شاشه ويستنى مره واثنين وثلاثه ويضيع من الوقت 10 15 20 ثانيه، ما تبقاش كره قدم زي سينما، احنا بنعمل مونتاج لحاجه وبنرجع تاني نقول قرارنا يعني. صحيح. لا لا الحكم قراره قرار خطا او صح لازم يتاخد. بس برضو هنرجع ونقول اكيد دي بتحد شويه من الاخطاء الكارثيه، يمكن كمان يعني حكم ممكن يحتسب قرار يضيع بيه فرقه مثلا، او موجود فرقه بقى لها سنين معاه اثنين لا مراقب. طب ما احنا ما كان في اثنين لاين، ما كان في كل حاجه بالظبط، ما ده اللي بقوله ما كانش في اي برضو التقنيه دي برضو بتحصل اخطاء، يعني مش برضو كل قرار بيتاخد مع التقنيه دي بيبقى صح، لان بتدخل فيها حاجات ثانيه يعني بلاش نفتح. فحضرتك شايف حتى ان تقنيه الفار حتى لو هيتم استخدامها في مصر لحد من الكوارث والمشاكل التحكيميه، والله ممكن لازم يتم استخدامها بالزبط. بعد ما يكون في دورات تدريبيه كبيره للحكام المصريين عشان يقدروا يستخدموها بطريقه صح. بالظبط، ده المفروض، لان يعني انا ده يعني نضرب مثل بسيط، يعني زي اللي بيغش في امتحان لو هو مش مذاكر كويس مش هيغش صح. صح صح. لو مذاكر كويس جدا هيغش كويس، فاذا ما كانش هو متدرب على التقرير ده صح مش هيدي المعلومه صح، او مش هيدي القرار صح، او مش يبلغ المعلومه صح، لازم يتدرب عليها كويس جدا ويعرف يستخدمها ازاي عشان تبقى ليها قرار صح يعني. صحيح. بعد خروج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا ومن البطوله العربيه كان في طبعا قرارات باعاده هيكله قطاع الكوره في النادي الاهلي ككل، وكان طبعا اهم القرارات دي او اولها اقاله باتريس كارتيرون ومايكل ليندمان وتعيين كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره وكمسؤول عن ملف اعاده هيكله هذا القطاع كله. شايف الخطوات دي اتخذت في الوقت الصحيح؟ والله اعتقد صح، وقرارات سليمه في وقتها المظبوط، لان يعني كان لازم يتم حاجه زي غربله كده للي كان بيحصل، والاهم من ده ان هم يبعدوا الواجهه اللي هي كره القدم عن لعيبه الفريق الاول عن الاحداث دي تماما. لكن اللي تم اختيارهم دول ابناء مخلصين للنادي الاهلي، كل يعلمهم جيدا ومعروف مجهودهم مع النادي ومستوى شغلهم. الفتره اللي جايه لازم كل يشتغل بروح الفنان الحمراء، لان النادي محتاج ده، النادي محتاج ده من الكابتن الخطيب، وطبعا ده لا نزكيه على احد، الى اي حد موجود في قلب النادي بيعمل في مكان ما في قلب النادي. صحيح. لازم ترجع روح الفنان الحمراء ثاني. كابتن محمود الخطيب ان شاء الله ربنا يرجعه لنا مصر بالسلامه. اتكلم عن الموضوع ده وقال انا في اي حال من الاحوال سواء كنا كسبنا دوري ابطال افريقيا وكمان في البطوله العربيه او لا، انا كان لازم اخد القرارات دي باعاده الهيكله في قطاع كره القدم. كابتن الخطيب كاداري يعني ان شاء الله نتمنى له الخير، لان هو اعتقد هو تلقى صدمات كتير. صحيح. هو قادر على تحملها والخروج منها بنجاح ان شاء الله، زي ما تلقى صدمات كتير وهو لاعب كره قدم. كابتن الخطيب انا كنت بروح له البيت بعد ما بيطلع من الماتش وهو متعمم متعور، وكان بيتحمل او رجليه وارمه، فزي ما هو اتحمل وهو لاعب بيقدر يتحمل وهو على راس القلعه الحمراء يعني. أكيد إن شاء الله. طيب لو هنتكلم كمان عن التدعيمات القادمة في يناير، سمعنا بقى اجتهادات كتير جدا من الناس في الفترة اللي فاتت، ولعيبة وأسامي لعيبة وجايين منين وصفقة بكام، كل دي اجتهادات محدش أكدها لحد دلوقتي جوه النادي الأهلي. شايف النادي الأهلي محتاج تدعيم في أنهي مراكز أكتر؟ هو التدعيم أنا شايف إن جهة الهجوم في النادي بقت شوية محتاجة دعم. الفجوات اللي بتحصل ما بين خطوط الفريق برضه محتاج اللي يقدر يسد هذه الفجوات، اللاعب اللي هو اللي بيتحرك كتير في الملعب ده كان موجود عندنا زمان، طبعا اسماء كبيره جدا تقدر تعمل بالموجود ده، لكن دلوقتي انت محتاجه حراسه المرمى اعتقد يعني الموجودين فيهم الخير والبركه. صحيح. الدفاع كويس جدا برضه، هي مشكله بس الربط بين الخطوط، لان انت احيانا بتلاقي ما فيش ترابط. صحيح. مفيش ترابط، هو انت محتاج اللي يربط بين الخطوط دي. بس ما بين السنترات الهاف الوسط الهجوم، هي دي اللي تربط من الحاجات دي. صحيح.
استاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا جدا على وجودك معانا، شكرا لحسن متابعتكم، اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. بكره هتكون في لقاء، طبعا هيكون في مباراه هامه للنادي الاهلي الساعه 7 مساء على استاد السلام، هيكون اكيد في ملعب الاهلي كمان معاكم بكره ان شاء الله لتغطيه هذا اللقاء الهام في الجوله 16 من الدوري المصري الممتاز. انا اشوفكم باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 5 مساء على قناه النادي الاهلي في برنامج كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.